بزاف بزاف قتلونا بهذا الشيء. راه كيحسبوا بنادم كلشي خدام، كله خدام صالير كبير كذا، حنا راه بزاف شي كميه درهم 200 درهم فين؟ واش حنا داخلين البرنابيو؟ راه استاد محمد خامس كل نهار ما خدامش، كل نهار كتجي كضربوا شهر كيقول لك راه ما خدامش، الشيران حقا الزون محبوسه، هاد الزون محبوسه بزاف. كاين اللي ما خدامش، كاين اللي باقي فهمتي باقي كيقرا، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما عمرو خدم، وكاين مسكين نهار التيران عنده بحال اليوم العيد باش يمشي، خصوصا هاد الديربي ديال الرجل الوداد. كل فرحه ديال البيضاوه ديال الفرحه كبيره، ديربي انترناسيون، اي واحد كيتمنى يمشي للتيران انت كتحرمو من هذيك المتعه، كتحرموا من هاد الزيادات راه بزاف. كتكون فرحه ديال البيضاء وهادي، راه فرحه ومع هاد الشهر المبارك ديال رمضان، الناس تبارك الله كتبغي تمشي للتيران تشجع الفرقه ديالها، لا وداد لا رجاء بجوج، ولكن راه ما عندك ما دير، الاسعار غاليه على كل شيء، لا ورقه لا خضره لا حوت لا اي حاجه طالعه الاسعار دابا، لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غادي نقوله. بالنسبه للشباب الدراري الصغار مساكن تيبغيو يمشيو يتفرجوا كيلصقوا والديهم باش ياخذوا فلوس تيكي، والديهم مأزمين ما عندهمش منين غادي يعطيهم، وبطبيعه الحال كيتقاتلوا مع وليداتهم باش هما يعطيهم باش يمشيو يتفرجوا، هذا يكملها الفران كذا 20 درهم هذا 30 درهم حتى غيكملوا لهم ان شاء الله، وغادي يربحوا باذن الله عز وجل وشكرا. بالنسبه لواحد الدوينه خرج قال لي اللي عنده فلوس يجي للتيران، اللي ما عندوش يجلس يتفرج في الدار. هذه ما هضره ما والو، هذه هضره من وراء الخشب، هذه ماشي من قدام الخشب. دابا الهضره اللي قال بالنسبه للجمهور الرجاوي غادي يولي حقد على البدراوي، بان البدراوي خصو يتعامل طيب ويقول كلام طيب، هو راجل مستوى وقاري، خصو يكون انت هو يحترم الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، يحترم الجمهور ديال الرجاء البيضاوي عالمي، راه كاينه في فرنسا الانجليز سبليون ناظور وجده الغراق ديال عباد الله، وخصو يحترم طبيعة الحال، خصو يحترم ويحترم هذه الكلمه اللي قال، خصو يتاسف الناس الجماهير الرجاويه. كدر هضره كدر في الخاطر والله كتشا بزاف، بان واحد كتلقى واحد منك وكيقول هذه الهضره، كيقول بحال هذه الهضره هذه راه ما كايناش، راه كيسمي راسه بحال بدون مستوى، ما خصكش تسرح بك رئيس. الانسان تيغلط تقول ولا فهمتي الغلط ما تغلطش بحال هذه الهضره، الانسان نقولوا حنا بنادم صايم تيغلط اللي دمه كاين اللي ما عندوش، ولكن حياته هي الرجاء، يقدر يدير على اي حاجه. بالنسبه للبدراوي هو الرئيس خصو يتعاون مع الناس، يتعاون مع الجماهير الرجاويه، حيت هو النهار دخل عند الجماهير الرجاويه، خصو يتعاون مع الجماهير الرجاويه، ما يقولش هذه الكلمه هذه، خصو يعتذر ان شاء الله، خاصو يعتذر هذا السيد، الا ما اعتذرش الجماهير الرجاويه غتبقى كاعيه عليه، والله يدير شي تاويل الخير. خصوصا بان طالقين تحت شعار الرجاء جامعنا، راه الرجاء جامعه، الرجاء جامعه كلشي، راه ماشي جامعه كاع جمهور اداره رئيس كان مجموعين عائله وحده، حال السراء والدراء حنا مقاتلين عليها فهمتي، ما عندناش وكنمشيو نخلصوا التيكي غالي، ما كاين حتى مشكل، حنا غنتعاونوا مع الفرقه، حنا غنمشيو بالاساس باش نتعاونوا مع الفرقه ان شاء الله، ونتمنوا من الله كل شيء، لا وداد لا رجاء، كنتمناو الرباح، اللي يربح بصحته، حنا رجاويين واللي يربح بصحته.